طبعا قرار خاطئ، طبعا لازم نصبر على الشمال وعلى جوده اللعيبه منتخب مصر، مش عشان ماتش بس هو يبقى خلاص اللعيبه. لازم مرتضى يصبر، وإيهاب جلال لازم يكون ليه رأي ولازم يكون ليه شخصيه مع مرتضى عشان يقدر يقود الزمالك للانتصارات. الزمالك الفتره الجايه شكله هيبقى ازاي؟ شايف هيتوقع له ايه؟ والله انا مع إيهاب جلال انا متبشر بيه الصراحه، يعني شخصيه راجل محترم وهيعرف يهدي اللعيبه وهيعملهم نفسيا كويس، وان شاء الله يبقى في خير ان شاء الله. يعني الدور الثاني ممكن نلاقي فرقه مختلفه واداء مختلف. والله احنا ان شاء الله بنتمنى، بس مرتضى يبعد عن الفريق اصلا. المفروض هو فاهم ذات نفسه، هو اللي يمشي، هو اللي مبوظ النادي، هو اللي عامل حازم امام كان احسن واحد من لعيبه الزمالك اصلا. والشناوي المفروض جمهور الزمالك بيقول عليه حاجه في الاول، وعلي جبر اساسي منتخب مصر، هو من ساعه ما رجع من كاس امم افريقيا هو مش هو، غير كده علي جبر من احسن مدافعين في مصر، بس مرسي ده ربنا يتولاه بقى. طيب الازمه يعني الزمالك مع ايهاب جلال هيكون شكله ازاي؟ هو بصراحه في ملامح ان هو ممكن يكون فرقه كويسه، بس شرط واحد مرتضى منصور ما يتدخلش بالاداره الفنيه، يبقى ليه بس اختصاصاته كلها ان هو يبقى ليه علاقه بالعلاقات الاداريه بس. خد القرارات وخطف كل القرارات اللي بيقولها، بس اول مره اكون مع قراراته النهارده ده اولا. ثانيا ايهاب جلال مدرب كويس جدا، بس يسيبه سنه ونص. سنه ونص سيبه كاملين هيشتغل. الزمالك هيبقى وضعه ايه في الدور الثاني؟ بص اللي انا شايفه الزمالك فرقه، احنا كزمالك انا حاسس فرقه كويسه جدا، بس هو المشكله مرتضى، كل الماتش بيطلع بعض المباراه بيتكلم، والاعلام بيستغل النقطه دي جدا، لو الاعلام يبطل يرن عليه بعد الماتش. لا كان المفروض القرارات دي كانت تتغلب على مجلس الاداره، كان يشاور فيها، لكن القرارات سريعه كده ما تديش لمصلحه النادي. يعني استبعاد اربعه من كبار، ولو كل ماتش هيتغلب استبعد اربعه الفريق هيفضل فيه. طيب الزمالك مع ايهاب جلال شكله هيبقى ايه؟ احسن. انا راجل اهلاوي بقول لك مع ايهاب جلال هيبقى احسن. يعني الدور الثاني ممكن الزمالك ان شاء الله. هو يعني المفروض الجهاز الفني يحسن اللعب شويه مع اللعيبه. يعني دلوقتي يعني انت راضي عن القرار ولا مش راضي؟ القرار لا، القرار يعني هو يعني مش راضي عليه. اللعيبه ملاقيه الذنب، هو المدير الفني والاداره مش عارفين ايه يتواصلوا مع اللعيبه. اللعيبه مش مرتاحه نفسيا. طيب الزمالك هيبقى شكله عامل ايه في الدور الثاني؟ ممكن يتحسن شويه، ممكن ما يتحسنش. ليه؟ بسبب برضه المدير الفني والاداره نفسها.